بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة الدكتور محمد غنيم. رؤية عجيبة في دقيقتين. الرؤية هذه المرة عن شاعر كبير في العربية يقال له جرير، يعني ما عرف أحد الأدب في العربية إلا ويسمع عن جرير رحمه الله تعالى، ودائما كان اسمه مصطحبا بالفرزدق، جرير والفرزدق، وهما من شعراء الدولة الأموية مشهوران جدا، ولهم أشعار كثيرة وما يسمى بالنقائض وغيره. المهم، جرير كان شاعرا هجاء وشاعرا صليط اللسان. يحكى أن أمه عندما كانت حاملا به رأت أنه خرج منها من موضع الولد كبة أو مجموعة من الحبال، حبال سوداء، وهذه الحبال خرجت منها وبدأت تذهب إلى بعض الرجال فتحيط بعنق الرجل وتخنقه، وتذهب إلى رجل آخر وتخنقه، وهكذا. فقامت المرأة فزعة من منامها، ما هذا الذي خرج منها وماذا يعمل بالرجال يخنقهم؟ فلما سألت معبرا قال لها: تلدين شاعرا، إن صحت الرؤية، تلدين شاعرا صليط اللسان، وخنقه للرجال هو هجاؤه لهم، فإنه يخنقهم بهجائه. فهذه رؤية عجيبة في شأن جرير بن عطية ابن الخطفة، الشاعر الهجاء، الشاعر الأموي المتوفى 110. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.